وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا يعتنون بهذا الأمر، فذكر قال: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وهذا مما يدل على عنايتهم بالثبات على الدين، وبأن يختم للرجل في هذه الحياة بخاتمة خير، وأن يلقى الله تبارك وتعالى على هذا الدين. ولهذا كان بعض السلف يشتد خوفه من سوء الخاتمة ومن عدم الثبات، فكان سفيان الثوري رحمه الله يبكي كثيرا ويسأل عن ذلك، فيقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم الليل ويبكي حتى يخضب لحيته بدموعه، ثم يقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبته، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب.